أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وأولئك هم المهتدون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أب اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم صدق الله.